الوقت الماضي طال عمرك نحتاج لمعدات المواشي، زين اشداد بعير، اشداد البعير هاي للتنقل للضعون، نضعن من مكان الى مكان، نشل معاريس، نرفع علينا عفش، مكسب الرزق، زين مكسب الرزق من السوق الى البيوت، زين ماشي وسيله ثانيه غير هذه الوسيله. والشداد هذا المعدات اللي موجوده عندنا من ليف النخل نصنعها بيدنا ونحمل عليها ارفاع فوق ظهر اركاب ونطرش من مكان الى مكان. هذا نسميها خطام، قالدن بيدي انا روحي من ليف هذا الليف تشوفي الليف عندك النعيم منه هو هذا. زين هذا نفس الشيء، هذا مرار نربط فيها العفش فوق ظهر البعير، زين ويمين ويسار، زين اول نوضع هذا الشداد فوق ظهر البعير، بعدين نوضع المحوي هذا محوي، زين صنعت يدي الروح صانع النادي له، زين هذا اسمه حيزه من ليف النخل، زين هذا بطان مال ارفاع، ها مال حموله، هذاك شداد هذا مال حموله، هذا مال ركوب، مال ركوب اللي شيء خفيف واحد طارش الروحه ما عنده ارفاع ما عنده حايه، فما هذاك لا هذاك لحموله رافع حموله محمل رافع لناس بيودي مكان العفش لمكان وهذا اسمه الابطان، هذا ابطان هذا مزر هذا كله من ليف النخل. اول ما كان عندنا الا ليف النخل وخيط الشعر حبل الشعر هذا الموجود عندنا، زين نايلون ما نايلون ما شيء. اذا عندنا حاجه ثانيه السوت لهذا مال اليونيه الخيشه هذا اللي يوجد عندنا، هذا مسوي منه بشداد هذا لبسه الحين هذا بشداد، زين هذا اللي موجود عندنا هالحين النايلون موجود كل حاجه موجوده. لكن اريد نتكلم عن الحاجه الماضيه، نتكلم عن حاجه الحقيقيه هذه من ليف نخل ما حاطين فيه حاجه الا الخيوط هذا البيض، الخيوط هذه عاد قصرت حيلتنا عندنا.